لكن احنا ماشي بصالحهم هما، لان ملي كيولي يقول لك على انني انا ما باغي وزير، ما باغي مدير، ما باغي مدير جهوي، باغي نبقى غير انا، شكون انت؟ الا ما بغيتيش يكون عندك رئيس، اذا انت شكون؟ هاد الناس كلهم اللي كنشوفوهم هاد الاطار اللي دايرين بينا وكنشكروهم من هاد المنبر، سواء الناس رجالات الامن ولا ديال القوات المساعده ولا الناس ديال الداخليه، يا اما رئيس من رئيس والله غادي حتى الفوق، هاد الناس ما بغاو حتى واحد، بغاوهم راسهم يكون باغي تكون اداره بلا مدير، ويمشيو من ذاك اللي قال لهم مزاقهم، داك الشيء اللي بغى لهم مزاقهم هما اللي بغاو يديروه، ومن بعد راهم كتشوفوا الشعار على انهم كنخصم هما النقابه، النقابه اللي فيها هما انا من اللجنه الاداريه ديالها، ومن اللجنه ديال الملاحظين ديال ديالتي. بالنسبه على انه الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، حنا كننتميو هنا هذه المنطقه ديال بن سليمان، هذه القلعه واخذ الامانه ديال المال بالجامعه الوطنيه التعاونيات في المغرب، ومع ذلك حنا لا نشتروا ذلك، حنا نطالب بحق الفلاح، الفلاح عنده ملفات ديالو من 2018 باقيين كما تدرج على امام السيد عامل صاحب الجلاله، باللي راهم باقيين ملفات من 2018 باقيين على انهم ربما فهموا فوق، ربما باقي ما عرفناش شنو هو المآل ديالهم، هذا الشيء اللي كيطالبوا هاد الناس، انا ما كنطالبكش حتى باش تمشي بحالك، انت تسول الوضع ديالك والساقم ومرحبا بك، راك انت اللي خدام عندي ماشي انا اللي خدام عندك. انت راك تخلص من المال العام، انت كتخلص من المال العام، الا كيخلصك شي واحد سير تخدم عنده. انا كنخلصك من المال العام وبصيتي على انني انا وانا من الشعب كنقول لك اودي دير خدمتك ودير النزاهه ديالك، كون نزيه كيف داك الشيء اللي كيسود يعني يسمع العمر يسمع على زيد. وحنا الا جينا لهذا الشيء اللي كانوا كيقولوا هما قبيله، الا جينا حنا ما بقاش عندنا البقا ربما على انني انا ماشي فلاح متطفل، انا كندير غير اكتساب ديال اللحوم الحمراء، ولكن غادي نشوف شي واحد يقول لنا الفلاحه البقرة على شحال كتولد؟ 19 البقرة كتولد على 19 بحالها بحال المرأة. الا جينا نشوفوا من البدايه للنهايه هنا غادي نصيبوا على ان عندنا البقرة حنا كيبيض هنا. بالنسبه للناس اللي بالنسبه يعني للعجون والعجلات اللي تستافدوا من مؤسسه، احنا ما يمكنش لنا لان احنا عندنا واحد يا سودان الحياه وعندنا واحد المروءه وعندنا واحد ما يمكنش لنا على اننا نوضوا ندينوا واحد اخر. كاينين مؤسسات هنا اللي هما تعاونيات اللي عندهم البقر كيبين، وماشي كي ما كان البقر ما كتضرب ما كتوصل 19 ما كتولد ما كنبداو نراعيو، كتولي عندنا كتبيض بحال بحال الدجاجه، اليوم كتولد وغدا كتولد وغدا كتولد، تقريبا ما يناهز مليون تقريبا ولا ما نعرف ولا 200000 ولا 200000 ولا شحال، انا ما عنديش هذوك الارقام، كاينين عند ناس اخرين في لقاء اخر غادي نكونوا موجودين هذا الباب هذا، كاينين على انهم هنا شي 200000 ديال البقر ولا كان كل 100000، انا 100000 ديال البقر كنت عندنا كره الحليب على اننا كنشريوها بجوج دراهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخوان المناضلين، هذه الوقفه هذه كتجي بناء على الاعتداء الشنيع اللي وقع الكاتبه المحليه ديال قطاع الفلاحه السيده الشعيبيه مقداد، واللي تم الاعتداء عليها باعتداء لفظي من طرف احد الموظفين ولا مجموعه من الموظفين في المديريه الفلاحه، لا لشيء هو لانها كانت رفعت واحد الدعوه ديال التزوير ضد المدير السابق الهادي، وبالتالي تعرضت لجميع الانواع ديال العنف اللفظي والجسدي، وكتجي هذه الوقفه كتضامن، وكنقول لهم بمناسبه اليوم العالمي للمراه اللي راه قريب كنقولوا لا للعنف ضد النساء، وتحيه نضاليه للاخت الشعيبيه وشكرا. السلام عليكم، تحية نضالية للإخوان اللي جاو أزرونا في هذا اليوم في هذه المكنة ديالنا، اللي كنقول لكم مؤكدين أنني تعرضت للعنف من طرف ثلاثة الموظفين، ثلاثة رؤساء المصالح اللي خاصهم يكونوا قدوة لهذا، ما كيتعداو على امرأة رفعات التزوير، وهما راهم هما متابعين كلهم تقريبا 14 واحد اللي متابع عن قضية التحقيق ملف في ملف تبديد أموال عمومية بشجرة المباركة. والسلام عليكم، تحية نضالية. شوفوا
تتحدى أن الشغالي مسؤولة عن القطاع الفلاحي المغرب كامل. هذه السيدة هذه الشهيدية هي قرأت على وقت إجلال لما تقوم به من النظام. هذه السيدة هذه تتعرض للفساد غتمنى هذاك الفساد ما يبقاش في هذه المديرية. هي بالنسبة للفلاحة راه هي العون ديالها من نهار اللي تعينت في المكتب ديالها وهي كتقوم بالواجب ديالها على أحسن ما يمكن، ولأن هاد الناس هادو ما خلاوهاش تخدم، ما بغاوهاش تخدم في إطار معقول. هاد السيدة هادي لا تباع ولا تشترى، هاد السيدة كتأدي الواجب ديالها، وها الفلاحة كلهم كيشدوا عليها، راه اتحاد العمل الفلاحي تيعطيها واحد القيمة. علاش؟ ماشي لجمالها ولا للمرضوبية ديالها. هاد السيدة هادو الكاتب العام للفلاحة السيد حاج إبراهيم زيدوح كيبلغ لها السلام ديالو وتيقول لها بخير وناضلة، بخير وناضلة، ما غادي يوقع لك حتى شي حاجة، ما غادي يوقع لك حتى شي واحد. انت كاك ناضلة في أجل الحق، ما عمرك ما غتخيبي، بقاي في النضال ديالك وما تخافيش، وحنا وراءك الكاتب العام، وراءك الاتحاد العام، وراءك الجامعة الوطنية، المكتب الفيدرالي، كامل عليك السلام ديالك وتقول تبارك الله عليكم، وبقاو في النضال ديالكم تطلعوا حقكم. الوقفة ومن خلال هؤلاء الإخوة أتوجه إلى باسمكم وباسم اتحاد العام للشغالين والجامعة الوطنية للفلاحة إلى السلطات المحلية بعد التحية أن تقوم بواجبها، أن تساهم إلى جانب المواطنين في إزالة الفساد، وهذا ما يوكله لها الدكتور وعلى رأسه صاحب الجلالة والسلام. إذن هذه الوقفة تماما مع الأخت الشعيبية، فهي أيضا تماما معكم أنتم الفلاحات المهنة ديالكم، الله يكون في عونكم هذا العام. هذا أنا ما جيت هذا يوم السبت عبر البر وكنشوف المزروعات كيفاش هي الحالة ديالها، الله يكون في العوان، هذه سنة عجاب، الله يكون في العوان. ونتمنى أن يكون هذا العجاف في قلوب كل من لا يسدي خدمة لهذا المجتمع. أقول